اللعبة الآن ويدخل مباشرة للمنازلة بسلسلة من اللكمات. تلقى هنا لكمة مباشرة، غطي مليح الإيطالي، مفروض على بن قاسمية أنه يخدم أكثر على مستوى البطن حتى يفرض الريتم نتاعه على الإيطالي. الإيطالي يغطي تغطية جيدة من بن قاسمية بقوة كبيرة، يشاهلوا سلسلة من اللكمات تصيبوا على مستوى البطن حتى يفتح الذراعين وحتى يخليه يبتعد عليه. نزل في القمة من قسمية، نذكر بلباس أزرق وزن 91 كيلوغرام، هذا الدور النهائي. ريحم من قسمية مقلعية ممتازة، يسرى يمنى، حقيقة مستوى عالي جدا في هذه المنازلة. تمرير اليد اليسرى مهم جدا بالنسبة للقاسمية، انه يمرر يده اليسرى على مستوى الكبد ثم باليمنى. ممتازة، شوف تأثر على الملاكم الايطالي، المفروض حكم يحتسب له هنا لانه تلقى زوج لقمات مباشرة في الوجه، لكن الحكم ما يحركش ساكن قبل نهاية الجولة. جولة 100% لصالح بن قاسمية، لكن اللي حسب مقريتاري دائما بن قاسمية منهزم. فوز نتاعو ما راحش يكون عليه غبار، تفوق واضح من بن قاسمية ليوصل ثلاث مرات للدور الربع النهائي من منافسات كأس العالم أو بطولة العالم. فاز ببرونزيتين في ألعاب المتوسطة أثينا وفرنسا، ووعدنا قبل المنازلة هذه للفوز بميدالية ذهبية. الإيطالي الآن يرمي بكل ثقل تاعه لأنه عارف روحه خاسر في المنازلة. بن قاسمية عليه أنه يدور به، يتحرك، يبقى يتحرك ويسجل مليح. الحكم ما يعدش، أنا غريبة، شوف اللكمة توصل لوجه الإيطالي والحكم ما يعدش. يبقى التفوق واضح من بن قاسمية، طريقة رائعة رائعة يا بن قاسمية. هكذا هي الملاكمة، وهذا هو الدرس اللي لازم يعطيه الملاكمين للحكام الغير النزهة. هنا قريب يسقط الإيطالي، لكن عنده بنية قوية يتحمل. حذاري من الاشتباك، حذاري من الجروح. في اليمنى انت بن قاسمية توصل الآن سلسلة من اللكمات، قوة كبيرة عنده، تحضير جيد. أقل من 30 ثانية على نهاية الجولة الخامسة والأخيرة. أصبح الإيطالي ماهوش قادر حتى يتحرك، ترك المبادرة لبن قاسمية اللي ثأر لرفاقه لعسوس ولمجهود. شوف يلاكم براحة كبيرة ويعطي الإيطالي درس، يعني لكمات توصل بكل الوسائل. ممتاز بن قاسمية اللي بدون شك راح يفوز بالمنازلة. لا أحد كان يشك في فوز محمد بن قاسمية بهذا النهائي. أعدنا لكم هنا الجولة الأولى وبعدها الجولة الخامسة. كل شيء حدث في طاولة الكمبيوتر. الحكام الخمسة الذين حكموا هذه المنازلة قرروا منح الفوز لمحمد بن قاسمية 4-1، قرر التعادل. نتائج الحكام الأربعة ترسل إلى الكمبيوتر، الكمبيوتر الذي يتحكم فيه واحد من لجنة التنظيم، قرر في الأخير
قلب النتيجة الفنية وجعل الملاكم الإيطالي يفوز على الملاكم الجزائري. من أصل 7 ملاكمين مشاركين في هذه الألعاب المتوسطية، ميدالية ذهبية واحدة، 3 ميداليات برونزية وميدالية 3 ميداليات فضية عفوا وميدالية برونزية خامسة. من دون شك لما نعيد الحساب نقول بأن محمد بن قاسمية من الناحية المعنوية أحرز الميدالية الذهبية بالنظر للمنازلة التي كنتم شاهدتم البارحة. نبدأ بمحمد بن قاسمية الذي كانت ميداليته الذهبية بالنسبة إلينا أجمل بكثير. محمد أنت تعودت على الشهادة في بطولة العالم نحاولك الميدالية، في ألعاب المتوسطية في لونغ دو كورسيون أيضا نحاولك الميدالية، هنا نحاولك الميدالية الذهبية. من الناحية المعنوية نحن زعفنا أكثر من اللي زعفت أنت. أنا قبيح فوق الرينج بصح خرج الحلبة يعني عاقل بزاف، باين بزاف. كما شفتوا البارح يعني كل شيء باين، كل شيء ظهر. وحاجة اللي غطني التعب اللي تعبته قاعد هنا على فانت كونت لما إذا يدور ما نديهاش أنا، وعلاش وما صرت ليش غير هنا لي جامي دي تراين تاع فرنسا نورمالمون ميدا يدور هنا كيف كيف، وصرت لي في شامبيون دي موند، صرت لي في لاكوب دي موند. ان شاء الله ندوز بروفيسيونيل باسكو لاماتور فيه ترافيك بزاف فيها. محمد بن قاسمية ما تظنش بانه كان لازم عليك انك تفوز بالضربه القاضيه؟ كان لازم عليا نفوز بالضربه القاضيه. صرت لي اصابه في كوبا عندها شهر، درت لي كومبا توعي يعني ما ظنيتش باللي لا دروا تاعي نخدم بها يعني كما يلزم الحال. وجعتني برومي كومبا، دوزيام كومبا كيف كيف، لا تروازيام يعني نقول لك كان تدي بيان كان الايطالي هذا ما يشيتش معايا، فهمت؟ باسكو بوكسيت قول بيد واحده. محمد بن قاسمية بعد كلمت مع الملاكم كلمني وقال لي باللي يعني باللغه الانجليزيه يو ار فيري سترونغ، قال لي انت اقوى يعني، فهمت؟ يعني حس بالضرب تاعي. ميداليات واش كان يشعر محمد بن قاسمية؟ والله العظيم ما حسيتش روحي بيان قاعد هنا، فهمت؟ كنت نستاهل نطلع، فهمت؟ وكنت من الاول مش طالع للبوديوم، يعني لونترينور والميسان تاعنا هم اللي قالوا لي اطلع. بالنسبه لنا انت عندك الميداليه الذهبيه بالنسبه لكل الجزائريين محمد بن قاسمية، لانك حتى ماهوش فقط في الموازنه النهائيه، كل المنازلات اللي لعبتها كانت منازلات في القمه. انت ومحمد علالو الذهبيه كنا نشوفوا فيها من قبل، انت كذلك كنت تنتظر الذهبيه؟ كنت ننتظر الذهبيه باسكو كنا بيان. ان شاء الله ما ياثرش عليك الشهاده يا. ان شاء الله بربي. ما تقول حاجه واحده؟ واش نقول؟ قول الناس اللي يحبوا قول لهم ما يزعفوش. فوالا لا هذا ما كان، الناس اللي يحبوني ما يزعفوش وهم شافوا كل شيء والحقيقه باينه وخلاص، نخلفوها ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا محمد ومبروك عليك الميداليه الذهبيه. نزيد نعم اليوم بالنسبه الينا الا وهو تتويج الجزائر بالميداليه الذهبيه 7 في هذه الالعاب، تتويج جاء متاخر نوعا ما لان لجنه التنظيم قررت صبيحه اليوم منح رسميا الميداليه الذهبيه لمحمد بن قاسمية بعد تلك المنازله النهائيه التي جمعت بالإيطالي الذي منحه الحكام الفوز أو منحه الكمبيوتر الفوز بعد أن قرر الحكام تتويج بالقسمية 4 انتصارات مقابل تعادل 1. كيف كان الملف لحد الآن؟ نعيد عليكم تلك المنازلة وأهم ما حدث بها، هدية لمحمد بالقسمية. غريبة، فضيحة 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 فضيحة. هذا عليك الميدالية الذهبية، ربحت بفارق كبير، ربح حكام عطاو لك الفوز وحاكم واحد عطى الفوز لإيطاليا، ولكن في النهاية ما فهمنا حتى شيء. أنا مداري بهذه المشاكل، ديجا من قبل صارت لي في الجو ميديتراني تاع فرنسا، كانوا خسروني مع تركي، واليوم في النهائي كما شفتوا بذلت المجهود تاعي، والتعبير يعبر عليكم الشعب ما نقدرش نعبر عنها باسكو الناس كاع شافوا. أنا غلط. مبروك عليك الميدالية الذهبية. انت حكم نفس المشكله اللي عملوها للمساوي تاع تونس. كاين 4، قول له كاين 4 حكام، 4 حكام عطاو 4 وانا ممنوع عليه. لا 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 تكلم انا واحد تكلم. 4 كاين ملاكم الاربع الخمس جولات ماشي متفوق، وانا كقاضي كنت في المباراه الحقيقه ملاكم عربي ممتاز وبيشرف العرب، والنتيجه كانت فارق كبير في صالحه، ما اعرفش في الاخر طبعا جات النتيجه. 4 الحكام للجزائري التحكيم كان عاطي لبن قاسمية 4-1، واحد عاطي تعادل وربعة عاطي لبن قاسمية. هو حصل بالضبط في اللوجيسيال تاع ليزيطاليان
ديريلو سبيسيالمون ليهم يبو شونجي باسكو انا شفت النتيجه كان رابح 2-1 رمش عيني صرتها 3-2 وخلاصت المنازله حرت كيفاش دخلوا زوج ضربات من بعد بن قاسمية كان بعيد على الملاكم ما يدخلوش غير ممكن زوج ضربات هو فيه مشكل في الاورديناتور مي في اللوجيسيال تاعهم خادمينو سبيسيال كنا راح نسالوك على المشاركه الجزائريه بعد النهايه اللي عرفتها المنازله تاع بن قاسمية نفضل نسمع رايك حول قرار الحكام مش المدراية لأن راهو كاع كان تشاهد بن قاسمية كان فايز يعني بخمس جولات يعني سيطرة تامة وكاين حاكم واحد يعني أربع حكام مدوه فايز بالمقابلة وكاين واحد حاكم من 18 من صالح الطليان يعني هذه غير مستحيل كاع ما ولا كملت السيرة هكذا الملاكمة هكذا أنا على حسب رايي راحت بالك الالعاب الاولمبيه راح تنحي الملاكمه. لا خاصه في المنازله تاع محمد بن قاسمية الشيء كان واضحه قاعد جدا. معليش مبروك عليكم رغم كل شيء ميداليه ذهبيه ثلاث ميداليات ميداليتان ذهبيه حتى تاع بن قاسمية نحسبوها ذهبيه. كانت النهاية كما كنتم تشاهدون الصور التي شاهدتم من هذه المنازلة الخاصة بمحمد بن قاسمية.